بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. الشيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة يطلب صاحبها الحديث عن التوبة، فيقول: تبت إلى الله سبحانه وتعالى من معصية ارتكبتها، وفي وقتها أقسمت بالله العظيم وبالقرآن العظيم أنني لا أرجع إليها مرة أخرى، ولكن يا شيخ بعد فترة رجع إلى نفس المعصية، وفي وقتها عزمت على أن أتوب إلى الله ولا أفعلها مرة أخرى، فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا، وما حكم الحدث الذي وقعت فيه، وهل يقبل الله توبتي بعد استهتاري الذي ذكرته جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن التوبة مطلوبة من المسلم، قد أمر الله تعالى بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه من سيئاتهم ويفرح بتوبتهم، كما في الحديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم نام تحت ظل شجرة لما يئس منها، وبينما هو كذلك وإذا هي واقفة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته بعدما يئس منها وأشرف على الهلاك، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومحبته لأن يغفر ذنوب عباده وأن يدخلهم جنته، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لهم دخول النار. وفرحه بتوبتهم ليس لحاجة منه سبحانه وتعالى إليهم، ولكن لحاجتهم هم إلى التوبة، لأن التوبة توجب لهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله جل وعلا غني عنهم وعن أعمالهم وعن توبتهم، ولو كفر الناس جميعا فإن ذلك لا يضر الله شيئا ولا ينقص من ملكه، ولكن فرحه بتوبة عبده رحمة بعبده ورأفة بعبده، والمصلحة في ذلك راجعة للعبد. وقد أمر الله بالمبادرة إلى التوبة وعدم تأخيرها: إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وما ذكره السائل من أنه وقع في ذنب ثم تاب منه وأقسم بالله وبكتاب الله ألا يعود إليه ثم وقع فيه مرة أخرى، فماذا عليه؟ الواجب عليه أن يتوب وأن يكرر التوبة، كلما أذنب فإنه يتوب ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله كلما أذنب توبة صحيحة. وأما عن اليمين التي حلفها ثم نقضها فإنه يكفر عنها بإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يفق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، هذا هو الذي يجب عليه. وننصح له أن لا يحلف، تكفي التوبة بدون يمين، ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يكفي بدون أن يحلف مع التوبة، فلا يكرر هذا مرة أخرى، لا يحلف مع التوبة، وإنما تكفي التوبة ويكون صادقا في توبته
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تلاحظون شيخ صالح، كثير من الأخوة المستمعين يتساءلون إذا ما أذنب أحدهم ذنبا يقول هل يقبل الله توبتي؟ هل من كلمة حول قبول توبة العبد إذا ما أذنب وتاب إلى الله؟ نعم، هذا ذكرناه وقلنا إن التوبة تجب ما قبلها، ويقبل الله التوبة من كل ذنب، من الكفر، من الشرك، من القتل، من أي ذنب. فإن التوبة إذا كانت توبة صحيحة مستوفية لشروطها فإن الله يكفر بها الذنب مهما كان ويغفره لصاحبه. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني منها شيئا. جزاكم الله خيرا. ذكرتم شروط للتوبة شيخ صالح، حبذا لو تفضلتم بتذكير إخواننا بها جزاكم الله خيرا. ذكر أهل العلم شروط التوبة وما تزال تكرر في هذا البرنامج. الحمد لله. شروط التوبة ثلاثة. أولا ترك الذنب وهو ما يعبرون عنه بالإقلاع عن الذنب. فلا يتوب الإنسان بلسانه وهو باق على ذنبه، بل يتركه. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، فإن كان في نيته أنه يعود إليه بعد فترة فهذه توبة غير صحيحة لأنها توبة موقفة، ولا بد أن تكون التوبة مستديمة لكل الحياة. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه، أن يندم على ما حصل منه من الذنوب، فإن لم يندم فإن توبته غير صحيحة. وإذا كانت وإذا كان هذا الذنب بينه وبين الناس بمظالم والناس عنده من مال أو عرض، فإن مع هذه الثلاثة الشروط شرط رابع، وهو أن يؤدي الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها ويستسمحهم. جزاكم الله خيرا. هل من أسباب تعين على التوبة النصوح شيخ صالح؟ نعم، من الأسباب خوف الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، وكذلك الطمع في رحمة الله والطمع في المغفرة. ومن الأسباب أيضا تذكر العقاب وتذكر آثار المعاصي على الأمم والأفراد، هذا مما يعين على التوبة. ومن أسباب التوبة أيضا اختيار الجلساء الصالحين والابتعاد عن قرناء السوء، فإن هذا يعينه على التوبة، لأن الجليس الصالح يؤثر في جليسه صلاحا والجليس السيء يؤثر في جليسه سوءا. فمن أعظم أسباب التوبة مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الدمام عبر رسالة بعث بها المستمع إبراهيم علي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أخونا كتب رسالته بأسلوبه الخاص، يقول: لقد توفي عمي ولدي ثمان بنات، وبعد تقسيم الميراث الله التي هي عبارة عن أراض وبيعة، وتوجد أخت زوجتي تريد بعد أخذ الميراث أن تحج هذه السنة. وسؤالي هو: إذا لم تحج عن نفسها ولكنها في هذه السنة تريد أن تحج وأن تعطي أحدا من أقاربها ليحج عن أبيها، فذلك جائز؟ ماذا سبيلان؟ الحمد لله. إذا اختارت شخصا يحج عن أبيها وكان هذا الشخص قد أدى الحج عن نفسه وتدفع له ما يعينه على الحج من النفقة فلا بأس بذلك، ولو لم تكن هي قد حجت عن نفسها، لأن الممنوع أن تحج عن غيرها وهي لم تحج عن نفسها. فإذا أنابت من يحج عن أبيها وكان هذا النائب قد أدى الحج عن نفسه أولا فلا بأس بذلك. كونها تحج عن نفسها وتحج آخر عن أبيها في نفس العام، هذا لا يؤثر شيخ صالح؟ لا يؤثر. الحمد لله. إذا أنابت عن أبيها من تتوفر فيه الشروط فهذا لا يؤثر، سواء حجت فيها في هذا العام أو لم تحج. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. المستمع خالد أبو طالب مصري مقيم في الخارج يسأل أيضا ويقول: إذا كان من الأمور المترتبة على الوقوع في الحلف التصدق على 10 مساكين أو كسوتهم أو إطعامهم، فهل يجوز إخراج تلك الصدقات لمسكين واحد؟ وما هي العلامات التي يعرف بها المسكين؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من 10 مساكين. طيب. لو أعطت مسكينا واحد فإنه يبقى عليها 9 فقراء، لأن الله سبحانه وتعالى نص على 10، فلا بد من استكمال هذا العدد، لأن يعطي 10 فقراء، كل مسكين له إما ثوب وإما نصف صاع من الطعام. المسكين يعرف بأن يكون دخله لا يكفي، المسكين هو الذي له دخل لا يكفي، وأما الفقير فهو الذي ليس له دخل أصلا أو له دخل قليل أقل من نصف الكفاء.
كفاية. وفي الجملة أنه لا فرق بين المسكين والفقير، يطلق الفقير ويدخل فيه المسكين، ويطلق المسكين ويدخل فيه الفقير، ولكن إذا ذكر جميعا صار المسكين من يجد أغلب الكفاية، هذا هو المسكين. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، هذا الفرق بينهما. ولهذا يقال الفقير والمسكين إن اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى بالفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذا هو المشروع. المشروع أنه في الركعتين الأوليين من الرباعية أو من صلاة المغرب يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة إذا كان إماما أو منفردا. أما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الثالثة من المغرب فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة، هذا هو المشهور عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال آخر فيصف نفسه ويقول: أنا إنسان مثالي، ومنذ أن كان عمري 6 سنوات أحافظ على صلاتي والحمد لله ولا آكل الحرام، ويستمر على هذا المنوال. ليصل إلى سؤال يقول فيه: عندما بلغت 24 أصبحت أصلي يوما وأتركه يوما، والآن عمري 26 سنة وندمت على ما بدر مني، فكيف تنصحونني بقضاء ما فاتني من الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. أولا لا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ويقول أنا رجل مثالي أو أنا رجل مستقيم، ولكن يعتبر نفسه دائما مقصرا، يعتبر نفسه دائما مقصرا. قوله تعالى: ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، قال سبحانه: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. فلا ينبغي الإنسان أن يمدح نفسه، ولكن عليه أن يعتبر نفسه مقصرا دائما وأبدا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما أنه ترك الصلاة فترة أو ترك بعض الصلوات فترة ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ترك الصلاة جريمة كبيرة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة، وهي عمود الإسلام، ولا دين لمن ضيع الصلاة. فتركه لها فترة يعتبر ردة عن دين الإسلام، إن كان في حال تركه لها لا يرى وجوبها هذا لا خلاف أنه كافر الكفر المخرج من الملة، وإن كان يعترف بوجوبها ولكنه تركها متكاسلا، فالصحيح من قول العلماء أنه أيضا كافر الكفر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبناء على ذلك فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة، ولا يقضي ما تركه متعمدا، لأنه حين ترك الصلاة متعمدا خرج من الدين، وحينما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة دخل في الدين من جديد. وإذا تاب الإنسان من الكفر والردة فإنه لا يؤمر بقضاء ما تركه في حال الردة أو في حال الكفر، لأن الإسلام يجب ما قبله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يذكر أن والديه على قيد الحياة ويريد أن يحج عنهما، لكن بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالوالدة أم بالوالد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان والداه على قيد الحياة ولم يحج حجة الإسلام، فإن الواجب أن يحج بأنفسهما حجة الإسلام، ولا تجوز النيابة عن الحي الذي يقدر على الحج بنفسه، لا تجوز النيابة عنه بحجة الإسلام، بل لا بد أن يباشر الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إن كان قد حج عن أنفسهما، إذا كان قد حج عن أنفسهما حجة الإسلام ويريد أن يحج عنهما نافلة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والأولى أن يبدأ بأمه لأن حقها أكد، لأنها أولى بالبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صلاة الضحى شيخ صالح: كم عدد ركعاتها وعن وقتها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء قبل الزوال بقليل، كل هذا وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل. وأما عدد ركعاتها فأقل ركعاتها 2 وأكثر ركعاتها 8 ركعات،
وأربع تسليمات. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا فاتني وقت من الصلاة فهل أصليه مع وقته المقابل أم أصليه حين أذكره؟ جزاكم الله خيرا. الواجب المبادرة لقضاء الصلاة التي فات وقتها إما بنوم أو نسيان، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الواجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة ولا تؤخر إلى الوقت المشابه لها، لأن هذا من قول العوام ولا أصل له في الشرع، والشارع أمر بالمبادرة بقضاء الفائتة في أي وقت تذكرها أو استيقظ من نومه، فإنه يبادر بقضائها في أي وقت. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد الله قاسم السيد الأخ عبد الله يسأل ويقول: هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه، علما بأن صاحبه وضعه في سلة المهملات، أي أنه لا يحتاج إليه، فهل يجوز أخذه؟ إذا كان صاحبه ألقاه راغبا عنه في سلة المهملات كما ذكر السائل ولا يريده، فلا بأس بأخذه، لأنه مال ضائع متروك. أما إذا كان صاحبه محتفظا به ووضعه في مكان يحفظه، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذنه، لأن أخذه بغير علمه استحلال لمال الغير بغير إذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأخذه بدون علم خيانة، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: أخذت مبلغا من شخص ولا أدري أين هو الآن، هل يجوز أن أتصدق له بهذا المبلغ على أقاربي؟ عليك أن تتأكد من وجود الشخص ولا تستعجل، لعله يأتي أو لعلك تعثر على عنوانه أو اسمه أو على من يدلك عليه، فلا تستعجل، وعليك بالبحث عنه وانتظار مجيئه إليك. فإذا يئست بعد الانتظار وبعد البحث فإنك تتصدق بهذا المبلغ على نية أن أجره لصاحبه، تتصدق به على المحتاج سواء من أقاربك أو من غيرهم، على المحتاجين. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء بماء متغير طعمه ولونه ورائحته بطاهر؟ لا بأس بذلك على الصحيح، ما دام أن اسم الماء باطن عليه فلا بأس بالوضوء به ولو تغير بطاهر لم يسلبه الاسم. أما إذا سلب اسم الماء فإنه لا يجوز التطهر به، لو غلب عليه اسم آخر فإنه لا يتطهر به، لأنه ليس بماء مطلق، الله تعالى إنما جعل الماء المطلق هو الذي يتطهر به. يسأل فضيلتكم شيخ صالح يقول: هل تجوز الصلاة بثوب عليه نجاسة من الصعب إزالتها مثل الدم؟ تغسل النجاسة حتى يذهب أثرها من لون أو طعم أو رائحة، فإذا غسلها غسلا كافيا وبقي أثر يعجز عن إزالته كاللون فلا بأس بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل دم الحيض الذي يصيب ثوبها، أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره، يعني إذا غسل غسلا كافيا وبقي أثر لا يزيله الماء فإنه لا يضر بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة وآثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما رأي فضيلتكم بالجري بخشبة الميت كما سماها والدوران بها عند المقامات، مع أن هذه العادة منتشرة في بعض المناطق؟ هذه عادة جاهلية، والدوران للجنازة عند المقامات اعتقاد أن هؤلاء الموتى ينفعونه وأنهم يشفعون له، هذا شرك بالله عز وجل، لأن طلب الحاجات من الموتى، طلب النفع منهم والشفاعة منهم للأحياء أو للأموات، هذا شرك بالله عز وجل، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لأنهم لا يقدرون على شيء، ماتوا وانتهوا ولا يقدرون على شيء، بخلاف الحي الحاضر فإنه يجوز أن تطلب منه ما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه وما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الأحياء ولا من الأموات، ولكن الأموات أولى بالعجز انقطاعهم عن هذه الدنيا. الطواف بالجنازة على أضرحة الأموات رجاء أنهم ينفعونه هذا شرك بالله عز وجل، لأنه طلب للنفع من الأموات وهم لا يقدرون على ذلك، واعتقاد بالأموات أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى
أعلى من ذلك، وأن يعمل بجنازة المسلم ما شرعه الله ورسوله من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له ثم الذهاب به إلى قبره ودفنه فيه على السنة. وأما ما عدا ذلك فإنه إما بدعة وإما شرك، ويجب التوبة إلى الله وترك هذا العمل والتحذير منه. وهذه الأضرحة وهذه القبور يجب أن يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، وأن التعلق بها شرك بالله عز وجل، أسأل الله العافية. وإن كانت بلية الافتتان بالقبور قد انتشرت في كثير من بلاد العالم الإسلامي نتيجة للجهل وعدم قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.